خلال كل الأزمات أنا كنت ملتزم الصمت وما زلت ملتزم الصمت. هو أنا لأن أنا بشكل عام ما بشوفش إن في أي عمل فني بيكون فيه أزمات، هو بس المصطلح نفسه قوي شوية، بيكون فيه خلافات وارد يحصل وده عادي جدا في العملية الفنية، وطول عمرنا نسمع عن خلافات في المسرح، وكان في نجوم كبار ما بقوش موجودين وجي مكانهم نجوم آخرين. بس في النهاية العمل المسرحي لازم يستمر، والفن ما ينفعش يقف لأي سبب من الأسباب، لأن العملية الفنية أرقى وأكبر من أي خلافات ممكن تحصل، بغض النظر بقى عن مين غلطان أو مين صح ومين غلط، في النهاية في عملية فنية لازم تستمر. شايف برضو أن تغير البطلة ممكن يأثر على نجاح المسرحية ولا لا؟ يعني والله ده يعني أعتقد أن تغير البطلة هو وليد اختيار ناس كتير واعية بالجمهور رايح فين، وواعية بالمسرحية متطلباتها ايه، فان شاء الله ما يكونش في تغير ويبقى نفس مستوى النجاح ونفس مستوى الجودة ان شاء الله، ونأمل فيما هو افضل كمان، لان احنا نفسنا نضجنا يعني بقالنا سنة. في تغيرات طبعا عن العروض اللي فاتت، انت حضرتك تكلمنا برضو بدون اي حرق ليالي العروض الاخرى، يعني هو برضو نفس مبدأ ان احنا نضجنا ففي سنة مرت، وبالتالي العمل المسرحي اصلا هو كائن حي بينمو بيتغير وممكن يشيخ، فمرور سنة خلت احنا عندنا نضج في الرؤية اكتر، عندنا افكار جديدة ممكن نقدمها بشكل اوضح، خصوصا انه العمل المسرحي نفسه او الحفيد هو عمل اجتماعي متأثر بالظروف الاجتماعية الموجودة طول الوقت، ففي تغيرات حصلت وان شاء الله نأمر انها تكون للأفضل، لكن هي وليدة نضج السنة وبعض التفاصيل اللي حسينا منها ان الرؤية ممكن تكون أوضح، وبالتالي ممكن نعمل تغييرات تخلي العرض أجمل وقد تخلي العرض أسوأ، بس ان شاء الله يكون أجمل. يعني عرض المسرحية برضو تأخر أكثر من مرة، هل كان فيه خلاف جديد ولا كان له أسباب معينة؟ لا خالص، بالعكس كل الكلو كان مستعد من فترة، لكن الموضوع بساعات بتكون الحسابات يعني برا الجميع، يعني بتبقى حسابات أخرى، لأن احنا برضو احنا في بروجرام للبيت الفني وفي بروجرام للمسرح القومي، احنا مش العرض الوحيد، في عروض قبلنا وهيبقى في عروض بعدنا، فطبيعي احنا بنبقى خاضعين لجدول عروض البيت الفني في التوقيت اللي يناسب وفي الظروف الانسب. يعني